السلام عليكم ومرحبا بكم. كنبغي نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي كنت درت على هذا المطحنه اليدويه وعلى النصائح اللي عطيتوني. صراحه راني قريت التعاليق ديالكم كلهم واستفدت بزاف من المعلومات اللي عطيتوني وقلت غادي نجربهم ان شاء الله معكم ونشوفوا واش هاد المطحنه واش يعني الجودة ديالها مزيانة، غير أنا اللي ما عرفش نستخدمها. حاجة واحد الأخت قالت لي ديري تحتها السربيتة، هانا أختي هي السربيتة، قلتوا لي بلي راه قلبت الماس هادو الشفرات راه ما يمكنش تقلبيهم وإلا ما غاديش تدور الآلة، يعني عندها هنايا خاوي هو اللي كيدخل هنايا. قلتوا لي ديري فيها كميات كل لا باس بها ديال البصله، يعني تكون كميه كثيره شويه ديال البصله. انا هنا درت واحد الكميه، كتعرفوا دابا في هذا الوقت ما كايناش البصله هذيك المكوره، غادي ندير غير هذه طويله. و واحد الاخت قالت لي، بزاف ديال الاخوات الصراحه قالوا لي البصله يعني خصك تقطعيها شويه تكون رقيقه عاد باش ديريها في هذه في المطحنه. البصله دابا تكون نحاول ننققها شويه، هانتوما كما كتشوفوا راني قطعتها رقيقه شويه وغادي نديرها في الاله. انا قررت اليوم ندير هذا الفيديو باش حتى اذا كانوا شي اخوات عندهم في حالها وحتى هما ما عرفوش يستخدموها وحسوا بانهم تشمتوا كما انا يستافدوا من هاد يعني هاد النصائح ويحاولوا يجربوهم لعل وعسى تخدم معاهم ان شاء الله ويستافدوا منها. الحاجه الثانيه اللي قلتوا لي هو انني نستعمل هاد الثقوب، نبدا من يعني من الواسع ونبقى غاديه. والاخوات قالوا لي دوريها على العكس، مره اليمين مره اليسار. انا غادي نجرب مره اليمين مره اليسار. ندرجني هذا اللي غادي نقول لكم هي انها فعلا كتعيي انا والله الا سخفاتني باقي ما شفت حتى شي نتيجه. هانتوما كما كتشوفوا البصله باقا هي كما درتها فيها مازال. غادي نستعمر المره اليمين ومرة اليسار، مرة اليمين واليسار. أوف فعلا والله إلا سخفت. المهم أنا قلت غادي نعطيها فرصة ونجرب الاقتراحات ديالكم وأنا كنشوف دابا بأنها ما كاين حتى شي نتيجة. يعني ما كتطحنش نهائيا، انا كنحس بها ما كتطحنش. نفتحو ها هي، شفتو كيما حطيتها مازال نفس يعني نفس القطع مازالين، يعني ما تطحناتش نهائيا.
غادي نستمر. فعلا راه كتسخف والنتيجه والو. ها نتوما كما كتشوفوا البصله كما حطيتها فيها كما مازال ما تقطعاتش نهائيا. غادي ندير واحد النصيحه قالتها لي واحد الاخت، غادي قالت لي ربما يكونوا الشفرات ديالها يعني هاد الماس هاد يكونوا حافيين. انا غندير بالحيله اللي عطاتني، غادي نخوي الاله هي الاولى ونعاود نرجع. واحد الاخت قالت لي في التعليقات بان ربما الشفرات ديالها زعما هاد الماس هادو يكونوا حافيين. انا صراحه تيبانوا لي ما حافيينش، لان هي تتحط عليهم هنا تيبانوا ماضيين. وليني نجرب الحيله اللي عطاتني، قالت لي استعملي بابي الومنيوم انا هاد الحيله جاتني غريبه، ولكن غادي نجربها ان شاء الله ربما تعطي نتيجه. تعطينا النتيجة دابا. هانتوما كما كتشوفوا الماس ديالها ما حافينش كتقطع. كما كتشوفوا ماضي جدا. غنجربو. غادي نربط فيها البصله ونجربو واش غادي تطحن. بسم الله. دابا نطلعو عليها هانتوما كيما طلع من قبيلة وانا كنطحن، يعني كيما حطيتها والسلام نفس النتيجة. والبصلة بدات تلقات الما ديالها كاع، لذلك انا اللي غنقول لكم في هاد
فهاد الفيديو هو هاد الماركه اللي لقيتوها في السوق، ما تاخذوهاش نهائيا لانها ماشي فعاله وما كتعطي حتى شي نتيجه وخصها واحد المجهود، ومع ذلك ما كاين حتى شي نتيجه. انا الشك اللي بقى عندي هو ان هاد الماس ديالها ضعاف، يعني كيتلوى وماشي قاصحين. هادشي فاش انا ضنيت ان داكشي اش ما كتطحنش، ان هاد الماس عندها بحال اللي قلتو رقاق كيتلوى، هذا هو السبب. المهم كنشكركم بزاف على النصائح اللي عطيتوني، و اللي بغيت نقول لكم هو الا لقيتوها في السوق ما تاخذوهاش. هذه راه الثمن ديالها 60 درهم باش كنت خديتها. كاينين فيها بزاف الالوان الاخضر الازرق. المهم هذه راها ناقصه بزاف، ما كتنفعش نهائيا. واللي بغيت نقول لكم الا بغيتوا تاخذوا مطحنه يدويه، خذوا اللي كتباع في مرجان 120 درهم. هذا الشيء اللي قالوا الاخوات في التعليقات، يعني جربوها ونفعاتهم. اللي غنقول لكم هو ما كاين ما احسن من الميكسور ديال الضو. كيوفر الجهد و يعني الصراحه فعال، احسن من هذه الالات بزاف.